بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح طريقة إنشاء تجميد الأجزاء في الإكسل. ففي كثير من الأحيان نقوم بكتابة جدول في الإكسل، ومن ثم نقوم بالتوجه لأسفل، طبعا تختفي الجزء العلوي من الجدول، ولجعل الجزء العلوي من الجدول يبقى ظاهرا أي مجمدا، نقوم بتحديد الصف كما تشاهدون، وبعد تحديدنا للصف نتوجه إلى أعلى، ومن ثم نقوم بالضغط على علامة التبويب عرض، وبعد ضغطنا إلى علامة التبويب عرض نتوجه إلى تجميد أجزاء، وبعد توجهنا إلى تجميد أجزاء نقوم بالضغط على تجميد الأجزاء، ومن ثم نقوم باختيار الخيار تجميد الأجزاء. وبعد اختيار تجميد الأجزاء وكما تشاهدون سوف نقوم بالتوجه لأسفل، وكما تشاهدون الجدول في الأعلى يبقى ظاهر. سوف أقوم بتصغير النافذة قليلا لكي تتضح الرؤية. نقوم بالتوجه، وكما تشاهدون يوجد جزء من الكتابة بقي ظاهر. إلى هنا ينتهي الشرح، أرجو أن يستفيد الجميع، ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.